في سنة من السنين كنت ببمبي رايح اشتري وموصيني صديق اشتري له سجاد حرير. حلو. فعندي صاحبي هذا اللي اسمه سليم مال مصنع الشمع، قلت له ابي سجاد حرير. قال لي عندي صديق عنده سجاد حرير. خذاني بسيارته ورحنا وشفت سجادتين حسب الطلب اللي طلبه وشريتهم. لما شريتهم صاحب المحل راح فتح التجوري وياب مصباح. انا ما اعرف بالمسابيح، ما هي شغلتي. زي قال لي هذا مصباح يدي. أوه. يقول مصباح يدي وهذا كهرب. قلت له ايه شو المطلوب؟ قال تشتري. قلت له ما شبي فيه اشتري، مو شغلي يعني. كان يقول لي سليم اشتري. قلت له بكم؟ قال ب 300 دولار. قلت هل مصباح ب 300 دولار؟ قال لي اشتري. كان اقوم واشتري المصباح 90 دينار كويتي. شريت المصباح وحطيته بالبيت وقبل تقريبا 4 سنين أو 3 سنين قاعد افتش بالتجوري والقى المصباح. حلو. طلعت المصباح ولا الخيط اللي فيه الشكه مالته باليه منتهيه. خذيته وعطيتها عبد الله ولد اخوي محمد، عبد الله ايضا متخصص بالمصابيح. قلت له ابيك تشكه لي. راح شكل مصباح وياني. كان يقول لي عمي تبيع ب2000. اوف الله. قلت له 2000؟ كان يقول اي تبيع ب2000. قلت له لا والله مو للبيع. عقب استخبروا بعض التجار لان الربع هالمصابيح اي، لان اللي شك سوري معروف بالسوق والظهر قال لهم ترى فلان عنده مصباح كذا وكذا. انا ما اعرف والله بالمصباح. دق علي واحد ذاك اليوم كان يقول ابو عبد الرحمن عندك مصباح انا اعطيك 4000. قلت له والله ماني بايع، انا مو للبيع المصباح. ودق علي صديق ايضا متخصص بالمصابيح قال لي ابو عبد الرحمن اذا بتبيع هذه 10000 دينار. ما شاء الله. قلت له مو للبيع المصباح. ما شاء الله. المصباح مو للبيع. محمد كرم يبي يدور اصلا. قام حصلنا بالتجاري. حصلت بالتجاري. كرم من اول 200 باي. انت بركه ما شاء الله. لا لا والله بس سبحان الله عنية. عنية. الله يبارك. وعلى نياتكم ترزقون. الحمد لله. ويقوم ولدي راشد قال يبا خل اخذ المصباح وناخذ منه خرزه وندزه برا الكويت يفحصونه المصباح كم سنه صار له. حلو. قلت له خير ان شاء الله. اعطيته الخرزه. كان يقول لصديق له قال له يبا اذا ابوك بيبيع هذه 20000 دينار. الله. مصباح يده. مصباح يده من 300 دولار. هذا مال اليد هذا. وهذا المصباح خل راويكم اياه. والله ما ادري انا. لا لا هذا هو وصل 20000. شنو هذا اللي حاطه عنده؟ ما شاء الله لا اله الا الله. ما شاء الله لا اله الا الله. واللي عنده زود من المشاهدين يسمع بعض. لا مو للبيع. والله والله ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الرحمن. ابو عبد الرحمن طالع طالع. ما شاء الله. هذا ب 20000 دينار ها؟ مسيوم 20000. انسام 20000 دينار هالمصباح. واحمد الشايع ابو عبد الرحمن ما باعه هذا المصباح. ابو عبد الرحمن الطيب. اقول عندي 20 دينار ما باعه. شنو نوعه؟ هذا كهرب. ايوه. الماني. ايه زين. وانا اعتقد انه عمره فوق ال 100 سنه. والله. اي انا اعتقد.